أكيد هذا الحكي إذا كانت المرأة إنها بتوفر الجو لعمل الرجل في السياسة أكيد بتدعمه وبتوصله للنجاح. بدي أكمل على الفكرة بس أنت ترجمي شوي شوي عشان تأخذ الترجمة يعني طبعا لما أنا أخذ مسؤوليات البيت والأولاد وكله أخذه عنه وهو يتفرغ للسياسة هذا معناه أنا بساعده بساهم في إنه يعني ياخد دوره بشكل إيجابي وبشكل متكامل. بحكي إنه بما إنك اعتقلتي أنت أكثر مرة وغسان أكثر من مرة فهل بتعتبر إنه داركم هو مستهدف من قبل الإسرائيليين؟ كيف تم اغتيال أبو علي مصطفى قبل؟ إيش بتعلق عليه؟ إحنا في الفترة اللي تم اغتيال أبو علي مصطفى كان بيتنا مستهدف وكان أحمد مستهدف لولا إنه أحمد يعني كان مطارد بهذيك الفترة وكان شبه مختفي ما يظهرش يعني في هون في البلد. حاليا بعد اعتقال أحمد لا مش مستهدف حاليا يعني. عذبوه بالسجن؟ في السابق كانوا يعذبوه طبعا بس هم لأنهم صاروا بيعرفوه كويس مع عمره من هو طفل لحد الآن يعني طفل 16 سنة طفل أنا بعتبره مع عمره اعترف في داخل السجون مع عمره أخذوا منه إفادة فهم من 92 تقريبا من 92 آخر سجنة اعتقل فيها كان يراهن رئيس الشباك كله هو اللي إجا يحقق معاه وما هيك ما اعترفش هم عارفين هذا الشخص يعني ما باخذوا منه ولا اي كلمه فعشان هيك يعني انتهى قعد 100 يوم في التحقيق في 92 قعد 100 يوم في التحقيق كان بظروف سيئه جدا حاطينه كانوا كثير مركزين على الضغط العصبي يعني ما يخلوهوش ينام مشبوه طول النهار فيش يعني صفي بس تركيزهم على الضغط العصبي بحكي انه مش حكيت انه قضيه الاسره هي قضيه ساخنه وبتوازي الارض والجدار وهي الشغله فهل بسالك اذا في مؤسسات بتتعامل بس مع مواضيع الاسره وبتتواصل مع اهل الاسره عشان تعلم شيء اكيد طبعا في مجموعه مؤسسات مؤسسات قانونيه ومؤسسات انسانيه ومنها وزاره الاسره يعني في عندنا وزاره مشكله لقضايا الاسره والاهتمام في عائلاتهم وشؤون الأسرة يعني مهمتها أنه توفر المحامين للأسرة المعتقلين ومجانا هاي بتعمل هالضمير.